ياخدها ويلعبها، يبقى هي اللي هيرفعها وهو واقف، تترفع الكرة وادي هدف، يبقى اللاعب على الواقف هدف، ارجع نادي يخش ويحيي الضم الجميع في الدقيقة كده هو 17 من زمن الشوط الأول، عماد متعب في أول كرة تتلعب على خط المرمى يحط هدف في جميل جميل في الدقيقة 17 زمن الشوط الثاني، واحد الأهلي لشيء يعني أثمرت فكرة مستر جوزيه وإن كان كانت هتيجي نتيجة عكسية، والكرة اللي فاتت شريف يشوفها مرة تانية، أول كرة تترفع قريبة من خط المرمى، وأول مرة عماد يخش راكب، يعني أبي أو على طول أهو كرة وهات وخد وتروح ليه؟ سيد معوض يرفعها حلو أوي خط المرمى. عماد متعب راكب، وأدي كرة من سيد معوض وهدف جميل من عماد متعب. ولكن السرعة